وللمزيد حول تطورات الأوضاع في فلسطين والمظاهرات في الكيان الصهيوني وكذلك الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد نقابات العمال في الكيان الصهيوني وتطورات المفاوضات وإلى أين يمكن أن تصل، خاصة مع وجود مقترح أمريكي جديد، معنا عبر زوم من طول كرم الصحفي الفلسطيني الأستاذ معين شديد. مرحبا بك معنا أستاذ معين. تحياتي أستاذ يونس لك ولكل من يستمع ويتابع. حياكم الله أستاذ معين. نبدأ معك قبل السؤال عن التطورات الأخيرة بالسؤال عن العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية ومنها طول كرم بطبيعة الحال، التي يريد الاحتلال من خلالها الوصول إلى بعض الأهداف هناك، ولكن في المقابل لاحظنا أن هناك تصاعد لأعمال المقاومة في مدن أخرى لم تكن في الحسبان بالنسبة للاحتلال. كيف تصف الحالة العامة في محافظات الضفة؟ يعني أستاذ يونس وأنا أتحدث إليك الآن، آليات الاحتلال لا تبعد عن منزلي أكثر من 300 متر. نعم. هناك اقتحام واسع لمدينة طول كرم ولمخيم طول كرم في هذه اللحظات منذ 5 ساعات، وقوات الاحتلال أعادت عمليتها العسكرية هنا في محافظة طول كرم التي كانت ضمن المحافظات التي قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة بدعوى الوصول إلى المقاومين الفلسطينيين في محافظة طول كرم ومحافظات جنين وطوباس ومخيم الفارعة. الآن الجرافات تعمل في مخيم طول كرم على تدمير البنية التحتية، هناك اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، تفجيرات بآليات الاحتلال الإسرائيلي، وكان المخيم حقيقة ساحة حرب. فبالتالي كانت قوات الاحتلال انسحبت من طول كرم قبل يومين، ولكن بعد ظهر اليوم عادت وقررت، أصلا المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي قرر أن يمدد العملية العسكرية دون تحديد سقف لها، كان مقررا أن تنتهي حسب الإعلام العبري يوم غد الثلاثاء، ولكن في هذا المساء جاءت الأخبار بأن المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي قرر تمديدها إلى أجل غير مسمى، بمعنى أن هذه العملية قد تطول، وهنا علامة استفهام كبيرة كبرى حول ماهية وأهداف هذه العملية التي يدعي الاحتلال أنها جاءت للوصول إلى المقاومين الفلسطينيين. على كل تصاعد المقاومة الفلسطينية في مناطق أخرى غير الشمال يعني أمر لا يعني لم يكن بالأمر الغريب، ذلك أن لكل فعل ردة فعل، وأن أعمال الاحتلال الإسرائيلي متواصلة في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية. نعم. سواء في الضفة الغربية حيث الأطماع الاستيطانية وممارسات قطعان المستوطنين وعمليات القتل التي يقوم بها جيش الاحتلال يوميا، نتحدث عن اقتراب حاجز 700 شهيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، نتحدث عن استمرار العدوان على غزة حيث أكثر من 40,000 شهيد ونقترب من حاجز 100,000 جريح. فبالتالي وارد جدا أن يعني تتسع المقاومة، إضافة إلى ذلك أن المقاومة انتهجت في الأيام الأخيرة تحديدا في اليومين الأخيرين بعد العملية عند سوري كارمي في منطقة بيت لحم ومناطق الخليل، جاءت للتخفيف من الضغط الذي تعرض له محافظة جنين. جنين لليوم السادس على التوالي تتواصل عملية الاحتلال في مخيم جنين. نعم. أستاذ معين، كل ذلك يأتي في ظل تطورات جديدة مفادها التالي هو وجود تظاهرات كبيرة بعد أن استطاع نتنياهو أن يصل إلى 6 جثامين، كان يعتقد بأن الأمر قد يستحق المدح والثناء، وإذا به يفجر غضبا عارما داخل الكيان الصهيوني. من الملاحظ أنه المظاهرات هذه المرة هي الأكبر، وإن كان الجمهور الصهيوني متواطئا مع الإبادة الجماعية وحكومته النازية طيلة الشهور الماضية، لكن لاحظنا بأن الأعداد كبيرة هذه المرة، وخاصة مع دخول اتحاد النقابات هيس دروت على الخط. هل تعتقد بأن ثمة ما هو جديد هذه المرة في الحراك الموجود؟ يعني ونحن نتحدث سويا أستاذ يونس، الآن نتنياهو يتحدث. نعم. في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة غير مكترث، وأصر على عدم الرضوخ بين قوسين لما أسماه المطالب التي تطلب من إسرائيل، خاصة بالانسحاب من محور فيلادلفيا، وقال أن حماس ستدفع الثمن غاليا أمام ما قال عنه أنه تصفية لستة من الأسرى داخل
قطاع غزة، قال أنه كان بالإمكان، كانوا على مقربة منهم، وعندما اقتربوا منهم تم إطلاق النار، حسب الدعاية تم إطلاق النار عليه. أعتقد أن نتنياهو أستاذ يونس غير مكترث بكل ما يجري، حتى الرئيس الأمريكي يعني اليوم قال أننا نقترب من صفقة، ولكن نتنياهو لا يعمل ما يكفي. تخيل هذه يبدو العبارة. أن الرئيس الأمريكي خارج التغطية أستاذ معين، يعني هو خارج التغطية ليس في النعم. نعم وفي دائرة الحسابات الانتخابية، فبالتالي يعني كان المفترض يقول، أن يقول عليه أن لا يعمل ما يكفي، هكذا قال يعني الرئيس بايدن. فبالتالي الأمور نتنياهو يعني يحظى. كيف تفسر أستاذ معين إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا، والمقاومة من ناحية أخرى تصر على الخروج من محور فيلادلفيا؟ هذه البقرة المقدسة الآن بالنسبة لنتنياهو، وهو قال قبل قليل، قال للسنوار عليك أن تنسى أن الضغوطات يمكن أن تأتي بنتيجة بالنسبة لي، كيف تفسر ذلك؟ هو مصر على استمرار الحرب. نعم. مصر على إطالة عمر حكومته. مصر على تنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالاستيطان، فيما يتعلق بالجنوب اللبناني. هو يعني حقيقة هي فرصته أمام هذه الحكومة بدعم من اليمين المتطرف سموتريتش وابن غفير. هو يعني يستغل هذه الظروف الداعمة له داخل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، ويستغل أيضا حالة الانتخابات الأمريكية. هو يريد أن يطيل عمر هذه الحرب حتى الوصول للخامس من نوفمبر القادم، موعد الانتخابات الأمريكية، على أمل أن يأتي ترامب. وكما يعتقد أن ترامب سيدعم حكومة أو دولة الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي هو يدرك أن انتهاء الحرب بهذه الطريقة وبهذه الآلية يعني هزيمة حقيقية لدولة الاحتلال وجيش الاحتلال الذي كان يتغنى دائما بأنه الجيش الأقوى في الشرق الأوسط. يعني وهو يدرك أنه عندما في اليوم التالي للحرب، كيف الآن يعني يبحثون في اليوم التالي للحرب على غزة، ماذا سيكون مصير غزة؟ هو يدرك أنه في اليوم التالي على الحرب سيخضع للمساءلة، وسيعود إلى أقفاص الاتهام في المحاكم الإسرائيلية على تهم الفساد السابقة التي كانت موجهة إليه قبل 7 أكتوبر. أيضا سيواجه التعديلات على الجهاز القضائي، والتي كانت أيضا هناك تظاهرات مثل هذه التظاهرات التي خرجت بالأمس وهذا المساء في تل أبيب والمدن الإسرائيلية الكبرى ضد التعديلات القضائية. واليوم بالمناسبة أستاذ يونس، محاكم الاحتلال العمالية اليوم أقرت بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للاستنود للمطالبة بصفقة تبادل. بهذه الجزئية أستاذ يونس، أيضا كان هناك خلاف في الشارع الإسرائيلي وفي الأوساط الفلسطينية في الداخل الفلسطيني في عام 48، عندما كانت المطالبة بالدعوة للإضراب من أجل صفقة التبادل. هنا الكثير من الإسرائيليين وأيضا الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل احتجت على عنوان الدعوة للإضراب، كانوا يطالبون بأن يكون صفقة تبادل وللمطالبة بوقف العدوان والحرب على قطاع غزة. نعم. وبالتالي حتى المشاركة اليوم في الأوساط اليهودية نفسها كانت ضعيفة. إضافة إلى ذلك، لا تنسى أن هناك تجمعات يمينية موالية لحكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير أيضا لها ثقل. طبعا وهو من الممكن جدا أن يستخدم الجمهور مقابل الجمهور، يعني كما رأينا في التعديلات القضائية قبل ذلك. من المضحك الممكن أستاذ يونس، شكل لجنة من أهالي الأسرى في قطاع غزة مساندة له سياسيا. نعم. بخلاف اللجنة التي تدعو يوميا للاعتصامات والمشاركة في التظاهرات. إذن ليس ثم التعويل قوي على هذا الحراك أستاذ معين؟ شخصيا أنا لست متفائلا بأي شيء. يعني هو إصرار تام على الاستمرار في مخطط التهجير، على استمرار تام في مخطط الحرب، على استمرار تام في ما يجري في قطاع غزة وما يجري حتى على الساحة الشمالية مع لبنان،
وحتى هذا يعني هذا اليوم بدأ مؤتمره الصحفي بالحديث بما اسمه محور الشر مشيرا إلى إيران. فبالتالي لا أعتقد أنه يتعرض لأي ضغوط سواء من الشارع الإسرائيلي أو من المجتمع الدولي. الأمور التي قد تساهم في تغيير المعادلة طبعا صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية التي بدأت تطور من عملها بحيث أنها تتعامل مع احتلال طويل المدى، وقد حصل ذلك منذ فترة. يعني في المقابل إلى أي مدى يمكن أن يساهم تصاعد المقاومة بالضفة الغربية في الضغط على الاحتلال؟ قبل أيام كنا أمام عملية كادت أن تكون صاعقة بالنسبة للاحتلال عندما وصل أحد المنفذين إلى تل أبيب. الأمور غير مضمونة أستاذ معين كما تعرف، وأنت ابن المخيمات وابن الضفة الغربية، وتعرف أن الخطر الاستراتيجي الحقيقي وأن بندقية واحدة قد تعادل 100 صاروخ من غزة إذا كانت فاعلة وقوية من الضفة. الضفة لها خصوصية ولها أهمية عسكرية وجيوسياسية، يعني نعم. الضفة الغربية ليس يعني بخلاف غزة، بخلاف أي منطقة، حتى بخلاف جنوب اللبناني. الضفة الغربية نتحدث عن عمق، إنجاز التعبير، عن عمق في فلسطين بشكل عام. نتحدث عن الضفة الغربية التي لا تبعد مدنها وقراها ومخيماتها عن كبرى المدن الإسرائيلية سوى 15 دقيقة. نتاني على سبيل المثال من مدينة طول كرم حيث أتحدث إليك، كنا نصلها مشيا على الأقدام في قبل الانتفاضة الأولى في الثمانينات، مشيا على الأقدام نتوجه إليها. نتحدث عن مستعمرات قريبة من نقطة الصفر مع الضفة الغربية. فبالتالي أي تحرك للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني ربما سيعيد يعني إعادة النظر في الكثير من السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وتحديدا فيما يتعلق بالاستيطان وتهويد القدس والسيطرة على الحرم القدسي الشريف. نتحدث عن أمور مقدسة، أمور تعني للشعب الفلسطيني الكثير. وبالتأكيد أستاذ يونس، أنا أدرك ليس يعني إسرائيل ربما تريد الوصول إلى المقاومين الفلسطينيين من خلال عملياتها في الشمال، ولكن عينها على الضفة الغربية، عينها على الاستيطان، نعم. على التهجير ربما في خطوة قادمة وليست مستبعدة. وللتذكير يعني عدد المستوطنين ارتفع من صفر مستوطن في 67 إلى 800 ألف مستوطن تقريبا اليوم بعد 50 سنة. نعم. على الأقل هي 800، وهناك مخطط وضعه سموتريتش الذي هو الآن مسؤول هذا الملف في حكومة الاحتلال لرفض شمال الضفة الغربية فقط بنحو 1,000,000 مستوطن حتى العام 2030. فهذا يعني خطر كبير، خطر دولة المستوطنين. شكرا لك أستاذ معين شديد، الصحفي والكاتب الفلسطيني، كنت معنا عبر زوم. شكرا.